السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. قصة النهاردة يا جماعة من القصص البديهية جدا، أو اللي بيقولوا عليها بالإنجليزي يعني common sense. أي حد يسمعها يقول دي بديهيات، بس في بعض الناس للأسف ما تعرفش البديهيات دي. في ناس بيجي لها شغل بمرتب قليل، وطبعا بيفضل قاعد ما بيشتغلش الشغلانة دي عشان هو عايز المرتب العالي جدا اللي في باله. ده شيء كويس، الطموح جميل، بس لما توصل لليمت معين ان انت قعدت كتير او مستني فكده في مشكله. فانا بقولكش ابدا نقبل باي حاجه ضعيفه ومشي حالك، لا، انا بقولك ان في مرحله معينه لازم تقف عندها بقى وتقول طب ليه ما جربش. انا دخلت حياتي في بلد ما اللي انا اشتغلت فيها بره بلدي، بدات بمرتب بسيط جدا. المرتب ده كان بيكفيني اكل وشرب وسكن، وساعات كنت بجيب كام لعبه بلاي ستيشن والحمد لله، وما ورايش اي مصاريف تاني في حياتي، والحمد لله انا اهلي كلهم متوفين فمش محتاج ان انا ابعت فلوس مثلا لحد. بعد فتره من الزمن بدات اتدرج من مكان لمكان، وفي فتره صغيره وصلت المكان، يعني بعد مثلا كام سنه وصلت المكان المرتب بتاعي ده اتضاف جنبيه صفر. مش محتاج اقول لك المرتب القديم كان كام والجديد كان كام، بس محتاج اقول لك ان المرتب الكامل اللي هو الحلو اللي عاجبك ده ما كانش ينفع يجيلك من اول يوم، فكان لازم في شويه تدرجات كده. لما بتقبل بشغل في اي مكان باي مرتب ضعيف انت بتكسب حاجات تانية كتير، بتكسب مثلا علاقات، ان ممكن العلاقات دي تخليك تقدر تروح شركه تانية بمرتب اعلى. العلاقات دي مش هتجيلك وانت قاعد في البيت، ادي اول حاجه. فكده في مكسب الريليشن شيب كده اللي انت هتتعامل بيها مع الناس، هتلاقي واحد يجيب لك حاجه تنفعك، واحد مثلا يساعدك في ان انت مثلا تطور في نفس الشغل اللي انت فيه وتجيب مرتب اعلى في نفس المكان اهو، ما رحناش حته تانية. ده كان هيحصل لو انت في البيت؟ لا، مش هيحصل لو انت في البيت، لان المينيمم اللي انت هتبدا بيه هو اللي ما كانش عاجبك. اللي اعلى منه اللي انت ممكن ترضى بيه شويه لازم عشان توصل له تكون في الشركه. يبقى كل الطرق بتقول لك ان انت ترضى بالمرتب اللي قدامك لحد ما تلاقي الحاجه المناسبه ليك. بدل ما انت بتدور وانت ما عندكش شغل، دور وانت عندك شغل. بس يعني ممكن تاخد المرتب ده كمواصلات لكل الاماكن اللي هتروحها تاني عشان تدور على شغل. الخلاصه يا جماعه ان انت ما تقعدش من غير شغل، ان دي حاجه صعبه جدا، بتدمر السكيلز اللي عندك عموما. وجودك في شغل في شركه بينمي عندك مهارات حلوه على فكره، بعيد عن الشغل ده نوعه ايه، مش هقول لك انت بتشتغل ايه، نزولك الصبح كده تروح شغل وتيجي وتتعامل مع بشر دي حاجه من الحاجات الجميله جدا. قعدتك في البيت فتره طويله هتجيب لك حاجات كتير زي الاكتئاب والمشاكل ومش تتعود على الشغل والحاله الصحيه والكلام ده كله. حاجات بديهيه جدا ما كانش محتاج اقولها، لكن حبيت اوريكم ان في بعض الناس ما تعرفش البديهيات دي. السلام عليكم.